طبعا كلنا شفنا الفيديو بتاع الراجل الاسيوي اللي كان على الدائري اللي السواق نزله من التاكسي بعد ما حط منديل على بقه واستهزأ بيه خوفا من فيروس كورونا. الراجل ده طلع طالب من الصين بيدرس في مصر، مقيم في فندق بقاله فترة كبيرة جدا، ولا نزل الصين ولا راح الصين ولا ليه اي علاقة بالفيروس. بعد كده لما نزل من التاكسي الناس استقبلته على الطريق استقبال مش كويس، محدش رضوا يقفله بالعربية، كل الناس كانت عايزة تخش فيه وكانت بتسخر منه. فالراجل كده اتعرض لحالة تنمر فظيعة خلته يتعب نفسيا ورجع الفندق مشي. الله اعلم بقى بنفسيته ايه اللي حصلها. المهم في ناس كتير اعتذرت من المصريين، من ضمنهم الفنان احمد السقا اعتذر نيابه عن الشعب المصري كله وقال له ان دي مش اخلاقنا واحنا مش كده، احنا اكرم من كده وانبل من كده. في بنات وشباب راحوا النهارده الفندق اللي مقيم فيه الشاب الصيني ده واعتذروا له بالنيابه عن الشعب المصري كله وقدموا له باقه من الورود، والراجل استقبله استقبال كويس وكان مبسوط ومعنوياته في الطالع. وان شاء الله دايما كده نكون فخورين باننا مصريين وفخورين بالناس اللي بتعمل حاجات حلوة بتدل على مصر وعلى بيئة مصر وعلى حضارة مصر. شكرا.